ما يجوز الحجر، هذا حرام، هذا من عمل الجاهلية. قال يقول ما زوجها لابن عمه أو فلان، هذا ما يجوز. إذا خطبها طفل يزوجها ولو كان بعيدا منها وابن عمه، هذا من عمل الجاهلية. يجوز حجر النساء على بني عمهم ولا بني عمهن، هذا منكر. لا يجوز للأب ولا غير الأب يحجروا النساء، ولا جاء الرجل المناسب زوجوه مطلق، هذا الواجب عليه.